السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذا الفيديو مجرد راح اراويكم النمو اللي حاصل مع هذه الفلفله اللي زرعناها في الاصيص القماشي او السمارت بوت النبته كبرت بشكل كبير من اول ما نقلناها ما شاء الله صار في تفرع كثير وصار في كثافه النبته قاعده تكبر فيها بدايات تزهير فيها غدد فيها بعض المن الاسود فدايما ارشها بالزيت النيم حساس شوي بس ان نكافح الحشرات وان نسمح حق انها تنمو بشكل صحي وبشكل طبيعي. مثل ما احنا شايفين هني نبهني احد المتابعين انه راح يصير في عندي تجمع للاملاح في القماش بسبب الاسمده الكيماويه والري انا حاول ان اروي بالشكل اللي بينته لكم في الفيديو اللي فات وراح يطلع عندكم الرابط ايضا ان اروي بغزاره على اساس الاملاح تنغسل من التربه ولكن الظهر انها تعلق في القماش والقماش يمسك الاملاح، راح نتابع ونشوف ان شاء الله ولكن من ناحيه نمو ما شاء الله النمو قوي جدا. آه الري من ناحيه الري اشوف انه يعني التربة تحتفظ بالماء الجفاف لحد الحين طبيعي ما تشوف فيها جفاف غير طبيعي ولكن راح نتابع إن شاء الله إلى نشوف نمو النبتة إلى آخر الموسم إن شاء الله وراح نشوف إذا القماش يساعد في تخفيف الحرارة بالذات في أشهر الحر من شهر خمسة اللي هو شهر مايو ورايح وراح نشوف كيف تنمو النبتة بالمقارنة بنبتة ثانية جنبها في اصيص بلاستيك راح اقارنها ولو ان حجم الاصيص شوي مختلف في عندي واحده في اصيص اصغر وعندي واحده في اصيص اكبر بكثير فراح نقارن النتائج ونشوف عموما من ناحيه الري ومن ناحيه جفاف التربه والانتاج وصحه النبته عموما فهذه مجرد متابعه نمو النبته على اساس اللي كان يسال عنها او انه يكون في تتابع للنمو والتطور في السلسله ونقدر نشوف النتائج الى الاخر ان شاء الله فاتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو السريع واذا في عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي يعني. في امان الله